كلشي كيحن عليه، كلشي كيحن عليه من الاول اوليدي، وراه جا عندي البارح وراه تغدى معايا اوليدي، وراه شرا خرج الخيريه شرا الحوايج شرا ولاد خته ولادو كيقول لهم ولادي وشرا لهم الحوايج، وهو تغدى كلا اللي كتب الله وعيطوا له شي دراري وهو خرج اوليدي ومن ديك الساعه ما شفتو واجا تسامح معايا ومن ديك الساعه ما شفتو فهمتي عيطوا لي عيطوا لختها ختو قالوا لها جي راه خو جاو الكوميساريه اجي الكوميساريه بنت جات معاهم يا طوا ورقه ديالهم هي مشات الكوميساريه هي هذيك مشات للكوميساريه قالوا لها جيبي لا كارت والكاغيط ومشات وقالوا لها صافي سيري لسيدي عثمان مشينا نسيبوه ميت اوليدي مات دايرينو في فريكو ومضروب هنا ومجيف بالساك وبالشكاره ديالو مجيف وضربوه بالحجره واه شي سبعوك هكا في راسو ومجيف مسكين زرق الساك باقي في عنقو وكنطلب منكم ومن المحكمه ومن الحكومه ومن سيدنا ومن الحموشي يشد لي حقي ويشد لي حق ولدي وولدي عوارهم علاش داروا له هذه الحاله ولدي عوار اش بغاو عنده غير درويش سولوا عليه ما كيشوفش ما كيشوف حتى شويه انا هي قوادو وهذاك راه يانو ادم هو قوادو وراه معروف ميموجه راه معروف راه معروف ميموجه ضعت وليدي محمد كيحن عليا وكيداويني كيداويني وكيحن عليا وليدي وضعت بيه وضعت بيه وخلاني وحدانية هاي النمل والمهم ملي خرج عيطوا له هما احنا في الطبله في الطبله وكيعيطوا له ملي كنقول له ولدي كيقول لك شي ولا شي دراري صحابي شي دراري صحابي علاش ولدي غادي تمشي كنقول له جلس قال لي لا خليني نشوف علاش كيعيطوا لي ملي مشى عنده ملي مشى عندهم غاب ما جا لا ما ولاش جا عيطت له المراه ديالو واخته قالت له فين راك؟ قال لها انا جاي ملي وصل المجموعه سته ولا خمسه هي وقيله خمسه الله اعلم ولا شنو انا ماجده مجموعه خمسه مجموعه خمسه سته مجموعه سته تعرضوا له قريب للدار قريب للدار في واحد قدام واحد القهوه واحد السلطه غطوا اصحاب وانا كنقول لك شكون اللي قالنا لا بال هذاك اللي مقبوض كيقول له هشام ولا شكون شي واحد هشام كيقول له اللي ضربوه هو هشام هذاك اللي مشدود عندهم هو كيقول له راه اللي ضربوه هو هشام ماشي انا كنطلب حقي حق ولدي ما يضيعش حقي ما نضيعش ما يضيع لي ما يضيعونيش حقي كنطلب الحكومة تنصبني
تعطيني حقي. هادشي اللي كنطلب، ما كنطلب حتى شي حاجه. ضعت ولدي، ضعت فيها الثالثه من خاطرها، هذه الثالثه من خاطرها. وعندي هو اللي خرجوا من عنده، سابق معاهم. شحال من واحد عيط ليه؟ واحد اللي عيط له خرج له عند هذوك اللي ضربوا. اللي ضربوا شحال من واحد تقريبا؟ ما عرفتش بالضبط، واحد كيقولوا له هشام، هذاك هو اللي ضربوا، وسفيان راه شادينه. شنو الهدف ديالهم؟ الهدف ديالهم هو يديو له رزقه، هذاك صاحبه اللي صنع عليه، عارف عنده الفلوس. صافي داع عندهم. هما سكرانين ومقرقبين، صافي بان لهم في البلان دوروا عليه. دوروا على الساق ديالهم، بغا شي خايب، بقى شاد دورك عارف، دوروا على الساق جو ضربوه، واحد غضروا بقرعه ولا بحجره ولا ما عرفتش واش بجنويه ولا صافي. خويا تقريبا شي الساعة ديال الخمسة الصباح كنت سايق طاكسي، داز مع شي خمسة ديال الصباح من شارع النيل، بان لي الشخص هذا، لا كان هو، أنا كنقول واش هو اللي مات اليوم، راه داير لحية وداير نضالة، وكانت عنده العصا ديالو، عما معاه جوج أشخاص في شارع النيل، كانوا معاه جوج. دايزين معاه من شارع النيل. المهم الا كانت السلطات تاخذ الاجراءات ديالها تدوز الكاميرات لشارع النيل، راه غيبانوا ليه هذوك الناس اللي كانوا معاه. الا كانوا باقي ما لقاوش القبض عليهم، اما الا كانوا لقاو القبض عليهم راه هما هذوك الناس. واحد وواحد باقي. لا انا ما حققتش فيهم، حققت فيه هو، انا ما دورت وجيب لي هو عما ومعاه جوج. معاه جوج الناس كيعرفوا شارع النيل، انا كنأكد شارع النيل، الا كانوا شي كاميرات تما راه يتاخذوا قبل من قدام 25 ملي. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.